الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من فضل الله تعالى وعظيم منته على خلقه أن جعل لهم مواسم للخيرات تكثر فيها الحسنات ويعظم فيها أجور العاملين، ومن ذلك شهر رمضان، فإن الله فرض على المسلمين صيامه، وسن لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم قيامه، وتضاعف فيه الحسنات، وتصفد فيه الشياطين، فيكثر فيه الخير، ويقل فيه الشر بفضل الله تعالى. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل فيه الشياطين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وقوله فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين يحتمل هذا اللفظ أن يكون على ظاهره وحقيقته، وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في شهر رمضان، وعلامة دخول الشهر وتعظيم لحرمته، فيكون تصفيد الشياطين لكي يمنعوا من إيذائهم المؤمنين. ويحتمل أن يكون المراد به الإشارة إلى كثرة الثواب والعفو من الله سبحانه وتعالى، وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم للعباد، فيصيرون كالمصفدين، ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء يعملها الناس بدلالة ظهور بعض الذنوب من الخلق. ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله سبحانه وتعالى لعباده من الخيرات والطاعات وصنوف العبادات مما لا يقع في غيره، كالصيام والقيام وكثرة الخير والانكباب على الطاعة والانكفاف عن كثير من المخالفات الشرعية، وهذه كلها أسباب لدخول الجنة والمباعدة عن النار. وتصفيد الشياطين قد يكون عبارة عما ينكفون به عنه من المخالفات، والله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.